وهو يذكر في النشيد الوطني هذه الكلمات التي أرعبت أعداءنا. دراجي أحد الأسماء ومن كبار الأسماء وأسماء أخرى أيضا. نذكر ونتذكر بأننا مقصرين في حق تاريخنا وفي حق وطننا، مقصرين في حق أولادنا وأجيالنا الصاعدة. والمدير الكابس يقولي بأنني حتى من دون أن أعمل لي أصدقاء في الجزائر دائما يدافعوا عليك، ما شاء الله يدافعوا على أنفسهم اليوم. طبعا فيه حراك وفيه عراك دماغنا لما نتكلم على أشياء مثل هذه. ستقولي بأنه رسائلكم ستصل، كان لي شرف شفت المسيرين شباب المغربية، أعرفهم أيضا من قبل، رحنا عارفين كثير سنة تقريبا. ستقولي بأنه رسالتكم موصلة وأنا عارف معاناتكم. عارف بأن كذلك أصدر كثير من فازوا بكأس الجمهورية، هذا مش إنجاز سهل أو لا أقول يعادل، لكن لا يستفز مناصر مدرية بلدنا، مش استفزاز العنيف. لأنه أنا شفت في الفترة الأخيرة في الجزائر كلها حتى في العالم، وهذه ظاهرة مش جديدة، ظاهرة العنف والتعصب بدرجة أولى اللي موجود حتى في حياتنا اليومية، مش بدرجة أعطاك صورة غير لائقة ولدرجة أيضا ممارسة العنف، العنف هو ظاهرة عالمية كبيرة. فأنا عارف أنه عندكم خطوات وعارف أن عندكم مشاكل شيء طبيعي، لازم تقوي كذلك وأنت تحقق ذلك وتحقق أشياء كثيرة ما تقدر تقول يا الله عندك هذا الشيء. أي ما جاش كلفني باش نبرك اليوم هالفرق اللي راهم يعانيو من العنف نتاع الانصار. حقيقة الناس منا ولنا تبي، ولكن انا نقولها لكم سمحوا لي، سي با دوني انا بورت سي با دوني انا بورت لكي باش يجي يسير في فريق مولدي. وسي كونت سا ليزني حطموا الولاية حطموها، نون سولمون شوية من ليزوتوريتي الله خير، واحد يقول ما عندوش شيء ما عندوش اونتر واحد قاري وواحد مش قاري، سي با باري اللي قاري ذكي عاقل نظيف يخمم يقول لك هذه حرام. كاين ناس يدير لي بوبتيميست عندك يركل بيبور مهم لو بلوس. يجب ان يستعد واللي يعبر عن افكار، يجب ان يستعد اللي اولا افكار اخرى تكون مختلفه، وثانيا لحملات اخرى، خاصه مع وسائل التواصل الاجتماعي اليوم. انت لا تعرف من يوجد خلف الكمبيوتر في الجهه المقابله. ف اي نعم احيانا اخذ بعين الاعتبار كثير من الانتقادات اللي تاتيني من مهنيين ومن ناس معروفين، اما ما يأتيك من دون ذلك فهو يعبر عن عاطفة أو عن مشاعر. أنا شخصيا لا أعيره اهتمام كبير جدا، أعتبر بأن الأمر عادي، وأعتبر بأنه ما دمت مؤثر فطبيعي أن تكون فيه ردود الفعل بذلك الشكل. لكن أنا عندي جنودي أيضا، جنودي مش بالمصطلح الذبابي، لكن عندي جنودي اللي عندهم نفس قناعاتي ومؤمنين أيضا بأفكاري وبما أقوم به وممكن نعجبهم، فهذا نحييهم نقول لهم شكرا لكم على وجودكم معي. قلت عليكم الصحافه هي صحافه، هناك خصوصيات اي نعم، ولكن هناك ابعاد كذلك. لما كنت في الجزائر كنت متعلق بالجزائر والجزائريين، الان كنت متعلق بجمهور واحد، الان نحن امام جماهير. صعب جدا انك تنال الرضا كل هؤلاء الجماهير، صعب جدا انه يرضوا عليك كلهم وتنال اعجابهم. على بصعب المهمه اكثر على حلاوتها وعلى جمالها، ولكن حبنا لها هو اللي يخلينا نتجاوز كل ممكن العواقب التي تعترضنا، خاصة أنه أعتقد أنا شخصيا أنني مارس هواية ومارس حاجة نحبها. دائما نقول لهم أنا محظوظ لأني عمري ولا اشتغلت، أنا شغلي أنني مارس حاجة نحبها ونعرف لها شوية وزيدوا 50 فأنا سعيد. عرفت الكثير من الباتنيات والباتنية اللي يشرفوكم الجزائر العاصمة في مختلف الأماكن كذلك وخارج الجزائر كذلك، فأنا مش مصدوم ولا متفاجئ بهذا الذي وجدته.
نفس الحراره دائما. ربي معاكم، ربي يوفقكم ويخليكم خلف ولايتكم وخلف وطنكم. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.